بالنسبة للطاقم الريفينو قيت وجد دي جبل انغورغو مانيث كارت مسي إذنظ غاثلاثة وعشي ذكيج ممشان قناس القارمود يقوش خودر انغورغو 16 الكيلومترات دي البداية مانيث كارت مسي غاو عشي إذنظ بدان الوقايه المدنيه للمياه والغابات سخسين تث ولكن الوسائل التقليديه بدائيه وها ارمني ذنهارا غستا الصباح ايدو سينت اثنين انتيارات من المغرب اثنين انتيارات تيسبونيا وثنكزاسن غايج ممشان نغنيت قناس امرضن لحد الان مسافه احرقا تعدو 50 هكتارات اذ ذكر جهنم ومازال عاد تقن يجن مجهود دم قران تدخل المغرب سجنوع عن طيارة قناة سنتا كاندير كوريجن طيارة كسي ستاتون ممان ثيني اسبانيو طيارة تمزيانين صغيرة الحجم تمزيانين سخساينت بوربو والمشكل إذا تعانان هو أنه تمسي يكار نخذو طم قران تطاس دي جيت نمرضن كورامار تنكارسن ثمسي ذقموشان النغنيت ورهان رهان اكي رهان اكي مش رهان اكي موشان النغنيت لان كورامار ممشت ورام الطاقم ناريفينو كورامار تنقز غايج ممشان ضم الزيان تكسيد تفرغن تطيارة النية ومن بعد العقبن تكسين تداما زير بحار والمشكل اللي غاسن هو انه ميني جين تمسية تق الطاس هو انه ذين شوية اصميد الغاربي يتجات اتنقز زقومشان غاو النغنيت وتيران خثون يجن لعبة تمقرنت اتمسية لانه اتكار تقيج ممشان ضم الزيان طيارات اخسن دانا مانا تسخسين اسن تنقز غاو مشان النغنيت مين مهني الجين سمحن تقموشان نغنيت ام قرانا اذي تكار تمسي اذناض ورهان رخو السخسين اموشان نغنيت اذي تنكارا لان اربي غيستان وها قمالا تنقزاسن في وضاسن درخو قد قعاد غا اوالي ودرارني انقورقو ومرا لا قدر الله تنقزاسن دغاي موشاني خاتف فيجن الكارثة تم قرانت لان اواني ودرارني نقارمود ديني امزداغ ديني ثودرين ديني السكان ميم خويني ايجا المصالح ان تدخل المغرب تقنتيج المجهود ضم قران باش تسخسين باش تسخسين تمسية وانت تارزي سيدة ربي ان شاء الله اذقن اخس قضان ذي تسعاتين ولو انه ما مشنت ورا نشين يصعب باش يصعب باش اخس قضان لان رخو 24 ساعة زقد النار غار نهارا ذي تسعتا اكي من السوار وتسخسين وانت مازال عاد فارق مازال عاد مجدو مني تنقز قمشان غاو نغنيت نخسن ادفغا ومشان ماني جا تمسي ذي القارمود دي مرابضان ولكن السلطات المعنيه في جيش الحصار تمنع ونتصلك المسؤولين باش هذا نخشن المعلومات مين يتوقع عندي ني ولا ذي الجن ما يخص هذا غادي يجاوب قرانا رجات شويه نشتي نقا نتقل مجهوداتنا من عنا نغزي التصوير ونشتي نقا نتقل مجهوداتنا الخاصه نقراو مزكيج مدرار زي غورغو من نتوارى فقط زي سنج الزوضه ونتار زي سيدي ربي ان شاء الله هذه السخسي تمسيه في اقرب الاجال لانه تنق يجن المساحه تم قرانت زي المتنفس تندين تن النظار ذي قدرار انغورغو ذي مرابضن ذر قارمود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.